السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة اللرينج. شكرا على دعمكم الاسطوري في المقاطع الماضية، ويا مرحبا مليون بكل مشترك جديد شرفني في القناة. نزلت المقطع الماضي عن الجنرال رادان، وصادني احد الكومنتات من علي يقولي ممكن تسوي مقطع عن طريقة الحصول على، اتوقع كتب اسمها غلط، هي اسمها الميمك تير سمن او استدعاء الدموع المقلدة، واللي راح تقلد شخصيتك. هذه من اقوى السمن اللي تحصلها مكافأة تعتبر بعد ما تقتل الجنرال رادون. طبعا غير المكافأة الأولى اللي تحصلها اللي هي رادان جريت رون، واللي ضروري انك تاخذها بعد ما تقتل رادان، واللي راح تزيد لك الثلاث برات تبع الهيلث والسحر والاستمنة. اما المكافأة الثانية شرطها الوحيد غير انك تقتل رادان انه يكون معاك الستون كي، واذا ما كان عندك الستون كي ممكن تروح الى الراوند تيبل هول وتشتريه من توأم البنات. طبعا اذا كانت عندك مشكلة، وكثير من الاسئلة جتني يقولون لي جرس الاستدعاء هذا في بداية اللعبة الساحرة ما رسبنت عندنا وما قابلناها وما عطتنا الجرس فما نقدر نستدعي الارواح، وانا تكلمت عن هذا الموضوع في مقطع الخمس اخطاء انك راح تصعب على نفسك كثير اذا ما حليت المشكلة هذه وما جبت لك جرس الاستدعاء. طبعا الجرس ممكن تشتريه من الراوند تيبل هول كبديل، يعني اذا ما قابلت الساحرة لأحد الأسباب في بداية اللعبة، لأن مثل ما قلت واضح أن بعض البوسز في الفايت مصممين كأنك راح تستخدم السمن أو تستدعي الأرواح ضدهم سواء كان الذيابة أو غيرهم. فبإذن الله اليوم راح أرويكم من أقوى السمنز اللي راح تستدعيهم. طبعا كل ما أنت تطورت راح تطور هذا السمنز، وكل ما كنت أنت أقوى راح يكون هذا السمنز قوي زيك، يعني باختصار نسخة بكل ما تحملها الكلمة. راح يستخدم جميع أسلحتك وراح يهيل نفسه كأنك أنت يعني منك اثنين كذا. تعرف يوم واحد يقول يا ريت منك اثنين، أنت بيصير منك اثنين حرفيا. المهم يا إخوان، أول شيء نبدأ المشوار من عند الفورت هاي تويست. أنصحكم تجون من هذا المكان وتتبعون نفس الطريق اللي أنا أسويه، لأن فيه زي النزلة وضروري أنك تنتبه في هذا المكان، وبتحصل بعدين زي الجبال. طبعا في هذا المكان راح تشوفها ظلمة كذا ما راح يبين لك، لكن لو ركزت شوي راح تنتبه. المهم بعدين بتوصل إلى الكهف، هذا اللي يهمنا. مجرد ما توصل عند هذا الكهف طبعا راح ينزل من الحصان، وتنتبه هنا ضروري قبل لا تنقز أي مكان حاول أنك تناظر بالأسفل قبل لا تنقز. راح تدخل في النوركرون هذه السيتي، طبعا هنا في شوية باركور مثل ما تلاحظون في هذا المكان، فيه كثير من ايش يسمونهم هذا الميمك اللي هم على أساس انهم هذا اللي يكررون اي شيء قدامهم او يتشبهون باي شيء قدامهم. فاحنا من هذه المدينة راح نحصل على سمن تبع التكرار او تكرار شخصيتنا. طبعا غير موضوع انك يعني اذا طورت نفسك راح يتطور معاك انت، طبعا انصحك اول ما تاخذ السمونز هذا انك تروح الى الراوند تيبل هول وتطوره. طبعا هنا في شخصيه خفيفه كذا ما راح تعطيك اي شيء اذا قتلتها، وبعدين راح تقابل هذا البوس. البوس هذا يا اخوان سهل صراحه، انصحكم برضه تستخدمون شو اسمه السمونز سواء كان ذيابه او اي شيء معك. طبعا انا بلبس البريزنر شخصيتي مشابهه له، انا حسبت أنا لابس شخصيه البريزنر والله في البدايه، بعد ما قتلته حصلت الايتم الاول هذا اللي هو اللارفل تير اللي راح نحتاجه في تغيير الشخصيه. كثير من الأسئلة جتني تسألني على موضوع تغيير شخصية تحتاج هذا الايتم. طبعا الايتم هذا راح نستفيد منه بعدين يوم نقتل احد البوسز، راح نقدر نستعيد تخصيص كل البوينتس اللي جمعناها ونقدر نغير شخصيتنا. المهم علينا، بعد ما تقتل هذا ضروري انك تقتله تاخذ السايد جريس او الجريس بوينت وتاخذ الحصان، وبعدين بعد ما تكمل بتشوف فيه زي الصخور مكسرة على يسارك، وبتتقدم هنا بين الاشجار لما تشوف الساحرة هذه بالازرق فوق، وبعدين بتكسر يسار في يسار بتحصل الجريس بوينت هذا. طبعا من هنا بتنقز مرتين، تاخذ يمين في يسار وتنقز بعدين عند هذا الايتم اللي بتاخذه مدري وش فايته. المهم راح تنقز فوق القبة هذه، بعدين راح تنقز مرة ثانية وتسيد لما توصل عند هذه الحافة. ما يحتاج انك تنقز كله الحين، بتسيد كذا بدون اي نقاز، بتوصل لهذه المنطقة تحصل البلاك ويت بليت، وبعدين بتدخل في هذا المكان اللي راح تحتاج الستون وورد كي. طبعا في الشخص الجميل هذا انا درعمت مستعجل على ايتم، لكن يمديك تعطيها وضعيه سنيكي بيكي كذا وتعطيها النغزه اللي تطير نص هلثه من البدايه، مش قوي هو راح تقتلونه بسهوله. ووصلنا للايتم الميمك تير سمن او اش ظهر اسمه. المهم اول شيء على طول وجهت على الراوند تيبل هول ورحت عند اخويتنا هذيك لابسه احمر. على فكره هنا الشخصيه هذه اذا كلمتها راح يعطيك سيف، اللي ما يعرف حبيت اني اذكر هذه المعلومه بما اني وصلت. وتيجي عند البنيه هذه وسبيريت تونينج، طبعا اذا ما تعرف كيف تجيبها شرحت في هذا المقطع.
طورته أنا مرة واحدة. أول تطويرة كانت ب2000، التطويرة الثانية ب3200، بس وقتها كنت مفقر، كان يبيلي شوية فارم. المهم جيت أختبر الشخصية في هذا المكان يا أخوان، والله شيء رهيب جدا. هذا السمنز يعني بدل لا تجيب خويك أو شيء، بس جيب هذا يساعدك ضد البوسز. أنا حبيت أني أشوفه يتمردق كذا في مع جروب، يعني يكون صعب الوضع عليه. فذكرت هذا المعسكر بعد ما احترت أجيبه وين، خليت هذا ينادي أخوياه كلهم يجمعهم عشان يجمعون عليه وأشوف وش يقدر يسوي. يا أخي رهيب والله رهيب، شوفوا الرولينج اللي يسويه والدوج وتبديل الأسلحة. طبعا هو استخدم سلاحين، السيفين اللي معي، لو كان عندك أي سيف أو أي سلاح راح يستخدمه سواء كان سحر أو غيره. ومثل ما تشوفون والله وسط 15,000 واحد جالس يهيل ودج ومدري إيش يعني كل شيء. هو تمردق صراحة، بس أنا كان ودي أشوف الدمج اللي يتحمله، والله مرة رهيب. يعني تقريبا نفس الاتش بي اللي معاي عنده. هذه شخصية أو كلاس مهيل فيه تقريبا الهيلث 40، ليفل 40. بس يا شباب أتمنى تستمتعون، والله متعة. هذا السبيرت صراحة غير أنه أوبي أنه ممتع، وبإذن الله راح تستمتعون فيه. لا تنسوا تقييم الفيديو باللايك، ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.